وموقع أعلام دوت أورج نظم احتفالية لتوزيع جوائز مسابقة أفضل تقرير تلفزيوني لعام 2018، واللي بينظمها للعام الثاني على التوالي. ام بي سي مصر كان ليها نصيب الأسد من الجوائز الثلاثة، الأولى بفوز 2 من أبنائها، الزميل أحمد عبده حصل على المركز الأول عن تقرير ما الذي يتمناه المصريون. كما فازت الزميلة هويدا يحيى بالمركز الثالث بتقرير عن قرية جراح المتميزة بصناعة الزجاج في الدقهلية. ألف طبعا مبروك لزمايلنا، وبالتوفيق دايما لمؤسستنا العريقة ام بي سي. دلوقتي في حفل توزيع جوائز الدوره الثانيه من مسابقه افضل تقرير تلفزيوني اللي بيقدمها اعلام دوت اورج لزملائنا المراسلين. احنا حبينا ان احنا موقع مختص في الميديا من السنه اللي فاتت ان احنا نركز على موضوع التقرير التلفزيوني، ان هو فعلا رغم ان هو من الفنون المهمه جدا في فنون الانتاج التلفزيوني لكن مش واخد حق. طلعت ثلاث تقارير الفايزين، يعني بالصدفه مبروك طبعا ان ام بي سي مصر كانوا منها تقريرين. كل ده بيحصل اونلاين في اطار ان احنا في صحافه الكترونيه بجد، ويحصل اونلاين يعني محدش بيشوف حد، هو كله بيتفرج وبيدي درجات وبنجمع في الاخر، فمحدش كان عارف ان هيطلع من قناه واحده تقريرين. الحقيقه كان عندنا عدد كبير من التقارير متقدمه، كان في لجنتين تحكيم، لجنه في الاول بتختار افضل التقارير اللي ممكن توصل للمرحله النهائيه، ولجنه التحكيم النهائيه. كان في افكار كتير كويسه جات لنا، كان لما وصلنا للشورت ليست كان في منافسه شديده جدا بين التقارير اللي وصلت للشورت ليست، وفي الاخر يعني الثلاثه الاوائل، مش معنى ان الباقيين كانوا سيئين بس نقدر نقول ان التفاوت كان بسيط جدا بين الثلاثه الأوائل وبين بقية التقارير اللي وصلت للشورت ليست. التقرير كان بيتكلم عن أحلام الناس في 2018 اللي هم نفسهم فيه، فلما نزلنا الشارع كان ممكن بسهولة جدا ان احنا نجيب مايك وكاميرا ونبدأ نسأل الناس قدام الكاميرا اللي نفسهم فيه، لكن كان الهدف من التقريض ده ان الناس تتكلم بحرية. علشان كده احنا منعنا التقييد بتاع الكاميرا والمايك، قلنا لا احنا نحط بورد كده او صبورة الناس تكتب كل اللي هي نفسها فيه، وده فعلا فاجئنا ان لقينا ناس بتكتب حاجات ممكن ما كانتش تقدر تقولها قدام الكاميرا، فيمكن ده كان عنصر هام جدا من نجاح التقرير ووصوله بصدق للناس. فطبعا يمكن التقرير كان حظه اوفر ان انا يعني اجمع عليه ان هو ده اللي يشارك، والحمد لله ان هو حقق يعني المركز الاول. اشتركت بتقرير خاص بصناعه الزجاج في قريه هناك اسمها قريه جراح، دي قريه عاشقه لصناعه الزجاج في محافظه الدقهليه. الحقيقه انا اخترت التقرير ان انا ادخل بيه المسابقه لانه التقرير كان بيقدم صناعة، هي يعني أعتقد في ناس اتكلمت قبل كده على هذه الصناعة، بس التقرير قدم الصناعة بشكل مختلف وجديد في إن إحنا نبرز خطوات التصنيع، كل خطوة نديها حقها، مرحلة كسر الزجاج، مرحلة الدخول للفرن، مرحلة الزخرفة، مرحلة تغليف الكاسات أو الكوبايات. في الآخر التقرير كان محقق نسبة مشاهدة عالية جدا على شاشة أم بي سي مصر، ده شجعني إن أنا أدخل بهذا التقرير تقرير للمسابقة دي، وأنا أتمنى أن أنا أكون يعني أقدم تقارير أفضل من كده وأقدر أعمل صورة أحسن من كده للقناة بشكل عام.